راح نحط شوية زيت زيتون. اللي ما بيعرفها لازم يجربها. أكلتنا اليوم كتير هيك لذيذة وخفيفة ومحبوبة عند كتير عالم، لأن هي أكلة شعبية وبسيطة، اللي هي برغل البندورة. مكوناتها كتير سهلة، اللي هي البرغل الخشن وطماطم وصوص الطماطم مع زيت الزيتون والبصل. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. راح نحط شوية زيت زيتون وننزل البصل. نستنى شوي البصل هيك ليتحمص شي بسيط او يذبل، خلينا نقول. ننزل عليه صلصة الطماطم، دبس البندورة. قطعنا هي الطماطم، رح نضربها على الخلاط. الطماطم الكويسة اللي بتكون هيك مستوية زيادة. هلا حطينا هون معلقتين دبس بندورة وخليناهم يتقلبوا شوي. وهذا البرغل المغسول، برغل خشن مثل ما قلنا، حوالي تقريبا كاستين ونص. رح نزود عليهم رشة الملح. ورشة فليفلة حمراء ناعمة. أنا هي بحبها كتير مع أكلات الزيت. بتعطيها طعم كتير طيبة. وممكن تضيفوا دبس الفليفلة. بس هي برأيي أنا أطيب. رح ننزل هلا هي الطماطم اللي ضربناها. هلا رح نزود لها شوية مي صغيرة عشان ما تطلع هيك مجبلصة على بعضها، لأنه حاسس الطماطم قليلة. نخليها تغلي، ما بتاخد وقت كتير على النار، يعني الاستواء العادي تبع البرغل ربع ساعة تلت ساعة بيكون خالصة إن شاء الله. هلا بنغطيها شوي ونخليها وقت ما تستوي. شوفوا كيف لازم تكون هيك. هي هيك شوية صوص كتير طيبة. رائعة. عن جد أكلة كتير طيبة وبسيطة هيك ولذيذة، يعني أنا بحب هالأكلة هاي. وما بدها شيء، يعني يمكن استواء، مدة استواء البرغل بس ما بتاخد أكتر من هيك، يعني نص ساعة بتطلع خالصة. هحط عليها هلأ شوية الفليفلة هاي على الوش ورشة بهار خفيف. بهار كمان كتير كويس معه. مع هيك كاسة عيران او المخلل، كمان المخلل بيعطيها طعمة كتير طيبة. عن جد اكلة كتير طيبة، اللي ما بيعرفها لازم يجربها، لان هي اكلة هيك لذيذة وخطيرة. على كيف كيفك جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.